السوبر الافريقي يا استاذ محمود، ان شاء الله اهلي وزمالك هتشجع مين؟ انا عارفه الاجابه بس عاوزه اشوف اجابتك هتبقى مختلفه ازاي عن كابتن طارق. لا انا رحت حضرت المباراه اللي انت قلت سالت فيها طارق، المباراه اللي كانت في جنوب افريقيا، يعني كنت حاضرها ولاول مره اكتشف ان الزمالك له جمهور غير عادي في جنوب افريقيا. يعني وطبعا السفير بتاعهم كان في مصر وكان زملكاوي مجنون، وكان دايما كل ما يرجع المغرب هو من الرباط، يرجع الرباط يقول ايجيبت، زمالك اوف ايجيبت، زمالك اوف ايجيبت. فعامل شعبيه لنادي الزمالك، يعني هو سواء عن قصد او من غير قصد، ففي كتير جدا. ولذلك لما رحت المباراه اللي الزمالك كانت برضه 2019 دي، كان ليه جمهور حاسس ان انا في سيل القاهره والله العظيم. فيا رب ان شاء الله ان شاء الله النهارده. انا طبعا المفروض انا محايد طبعا، لكن كون ان انا يعني شرفت ان عضو مجلس اداره نادي الزمالك، فلابد ان يكون الانتماء لنادي الزمالك. وان شاء الله يعني ادعو الله ان تخرج مباراه نظيفه تليق باسم مصر، تليق بمستوى اكبر ناديين في قاره افريقيا، تليق بمستوى احسن لاعبين في العالم العربي وقاره افريقيا. يا رب ان شاء الله الزمالك يفوز. كابتن طارق، بدا في حاجه في الماتش حصلت؟ شكلها في ضربه جزاء. طلعي 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 انجي، عشان هنختم. طلعي انجي على الزمالك. على الزمالك. شفتي بقى تخوفي في حقه ولا لا؟ اول 10 دقائق ممكن يتحسب عليكي ضربه جزاء. انت قصدك ايه؟ انه الحكم، انا ما شفتش الكوره، انا قاعد جنبك. ما انت قاعد ماسك الموبايل بتتفرج. انا شفت لسه، انا اول مره اشوف الموبايل دلوقتي، بس لما لقيت من بدري قاعد تتفرج. هي لسه دلوقتي بيقولوا لي زمايلي بيشوفوا الفار دلوقتي. طب بسرعه يا جماعه، الزمالك جاب جون ولا ايه؟ لا لسه، في الزمالك هيتحسب عليه بينالتي يا استاذ محمود. بينالتي اول 10 دقائق دلوقتي. ايه ده؟ ده الحكم ده برضه هو بتاع هو اللي بيحكم الماتش. امال انا معترض. الفار قال ايه؟ اكد ضربه الجزاء دلوقتي. الفار هتتلعب دلوقتي. الدراع بتوع الفار والقطه دول اهلاويه اكتر من معقوله؟ طيب. ضربه جزاء، ضربه جزاء مش مستحيل. الزمالك على الزمالك دلوقتي هتتلعب. نشوف النتيجه سريعا قبل طب ما نختم. لا اله الا الله. كابتن طارق، انا حسيت انه في كارثه قبل ما اعرف ايه من رياكشن وشك لما كنت بتشوف. لا بسمع يا ريس، انا قاعد معاك اسمع. لا معاك ازاي؟ لا عرفت ازاي؟ عرفت في التليفون. ضربه جزاء دلوقتي هتتلعب. ايه يا رب بره. كله بينهار طبعا، ما المخرج زملكاوي منهار بره دلوقتي طبعا، بيقول لي كله بينهار بره. يا رب بره. تطلع بره يا رب، او جون يصدها يا رب يا رب. طيب اتلعبت؟ لا لسه. 1-0. قلت 1-0 لنهضة بوركان. ان شاء الله جابوا جون من ضربة الجزاء. ان شاء الله يا رب الزمالك يعوض. يطلع كسبان 2-1 يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. اشكركم شكرا جزيلا، نورتوني في مصر جديدة. الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمود معروف نورتنا، والكابتن طارق السيد نجم الزمالك السابق شكرا جزيلا. ان شاء الله يعني نشوف ضحكتك بعد شوية كده مع بعض احنا بنتفرج مع بعض على الماتش، والنتيجة تبقى في النهاية لصالح نادي الزمالك. هنسيبكم مع الماتش، ونتمنى ان شاء الله الزمالك يخرج من لقاء النهارده بنتيجه ايجابيه تسهل ليه ماتش العوده عشان يحقق اللقب الافريقي اللي غاب عن الفريق من 2019. الزمالك قادر على الفوز، وباذن الله هيرجع علينا بالفوز. باذن الله ان شاء الله ان شاء الله.